أول لمعري من يأتينا على صدارة وعلى المركز الأول من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير على صدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني والمنطلق من الجانب الآخر هناك شاهين ثم شيخ مكتوم بن حمدان بن راهل بن سعيد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري في تضميره من يأتينا على المركز الثاني. وفي المركز الثالث مصيحان أيضا ثم شيخ مكتوم بن حمدان بن راهل بن سعيد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري وهنا شاهين ثم شيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. المركز مشاهدينا الكرام نتابع المجريات وهنا يتدخل شديد ثم شيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مع علي بن راهب بن حمد بن غدير خامسا. وفي المركز السادس شداد هنا ايضا من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير من ينطلق على المركز السادس. وفي المركز السابع سلهود لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد مع مختار بن احمد من ياتينا على المركز هذه اللحظات السابع والثامن. المراكز نشوان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مع مطر بن سيف اللاحق الهايري في هذه الانطلاقه. وعلى المركز التاسع شاهين سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع السيل بن مبارك بن مرخان. وفي المركز العاشر صغان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم عبد الله بن سالم المسافري في تضميره. هذه هي النتائج لمراكزنا العشرة الأولى نها على حضراتكم في أول ندى للمراكز العشرة الأولى خلال هذا الانطلاق والتحدي والإثارة لهذا الشوط شوطنا الرابع في مجموعة أشواط مساء هذا اليوم الخاص بالزمول المهجنات الأصايل. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى المعري على الصدارة وعلى المركز الأول هنا من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير من يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة. أرى من الجانب الآخر تسلل من شداد أيضا من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير وشاهين على المركز هنا الثالث لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم عامر بن حمود بن نعفوس المنصوري في تضميرة. وعلى المركز الرابع يأتي شديد هنا أيضا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير لقتبي وسلهود يتدخل لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد مع مختار أحمد في التضميرة. سادس المراكز ياتم صيحان على سادس المراكز هنا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع المضمر السيد سعيد بن عبيد الحميري. وعلى المركز السابع شاهين سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع السيل بن مبارك بن مرخان من ياتينا بشاهين هنا على المركز السابع. وفي المركز الثامن صوغان قادم هنا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم مع عبد الله بن سالم المسافري راعي الطياره يتواجد ايضا بهذا الانطلاق الجميل على ثامن المراكز. ومناور في المركز التاسع لسيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع حمد بن خميس الغويص في تضميره. وعلى المركز العاشر شاهين لسمو الشيخ احمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم مع سيف بن مبارك بن غويث في تضميره. هذه هي النتائج للمراكز العشرة الأولى في هذه المسيرة والتحدي والإثارة. نعود مشاهدينا الكرام هناك إلى المعري على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول ينطلق بصدارة هذا الشوط هنا المعري في هذه الانطلاقة من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير على الصدارة وعلى المركز الأول.
المركز الثاني مشاهدينا الكرام بعد المغادرة لمنتصف المسافة هنا هذه الانطلاقة. المركز الثاني إذن شداد بن ياتي على ثاني المراكز بن هجنة العاصفة بقيادة حمد بن راهد بن حمد بن غدير، وعلى المركز الثالث سلهود قادم على ثالث المراكز هنا وينطلق في هذه اللحظات لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد مع مختار بن احمد، وفي المركز الرابع شاهين اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مع عامر بن حمود بن نحفوس المنصوري، بينما المركز الخامس هنا ياتينا بهذه الانطلاقه مصيحان اسمه الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري في تضميره، وعلى المركز السادس المنطلق هنا في هذه اللحظات هنا المنطلق لسمو الشيخ حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم احمد بن سلطان بن رشيد اللي انطلق الحذر بهذه اللحظات ويتسلل بهذا الانطلاق الجميل والتحدي. هناك ايضا القادم شاهين سمو الشيخ احمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم مع سيف بن مبارك بن غويث في هذه الانطلاقه هنا والتحدي. هناك ايضا الوصول في هذه اللحظات والقادم شاهين سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع محمد بن سعيد بن حلوة وشاهين الآخر سمو الشيخ حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم مع السيل بن مبارك بن مرخان من يأتينا تاسعا، وفي المركز العاشر لمح البصر سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم مع عتيق بن سالم بن عرطي الحميري. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق والتحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. هناك المقدمة والمركز الأول لمعري وسلهود في منافسة بين الاثنين في هذه الانطلاقة والتحدي مشاهدينا ومتابعينا الكرام. هناك إذن على صدارة لمعري، لا زال على صدارة وعلى المركز الأول هنا من هجنة العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير على المركز الأول والصدارة. المركز الثاني، المركز الثاني يأتي سلهود لمعري على الشيخ محمد بن مطي آل حامد مع مختار بن أحمد وشداد على المركز الثالث. هنا أيضا المنطلق لهجنة العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير والحذر هنا على المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد، وياتي شاهين خامسا هنا في هذه المسيرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع عامر بن حمود بن نعفوس المنصوري، والطاير يطير هنا سمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان الصادق فضل الأمين في تضمير من ياتي سادسا مع الافتتاحية لمدرج الهبوط في هذه الانطلاقة. هناك مصيحان من يأتينا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري سابعا، وفي المركز الثامن يأتي شاهين هنا لسمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع السيل بن مبارك بن مرخان، وصل هنا أيضا هملول سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد، والقادم عجيب سمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان الصادق فضل الأمين في تضميره من ينطلق بعاشر المراكز. ولكن نعود هنا إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا لمعري من يسيطر على زمام الأمور، يسيطر على صدارة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. لمعري هنا بهذه الانطلاقة من هجنة العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير وشديد شداد من الجانب الآخر، شداد من الجانب الآخر من هجنة العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير، وهنا الحذر، الحذر قادم بكل قوة أيضا الحذر سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد في تضمير من يأتينا على المركز الثالث، وفي المركز الرابع الطاير سمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين في تضميره
نعود إلى المنافسة الثلاثية على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول. أرى التغيير هناك من شداد، من غير على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. شداد من انطلق بصدارة هذا الشوط من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير، والحذر على المركز الثاني، الحذر على ثاني المراكز. نصر مشرق حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم احمد بن سلطان بن رشيد والمعري على المركز الثالث من هجن العاصفه بقياده حمد بن راهد بن حمد بن غدير وهملول في المركز الرابع. نصر مشرق حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع احمد بن سلطان بن رشيد على رابع المراكز، ونقد القادم على خامس المراكز من هجن العاصفه بقياده حمد بن راهد بن حمد بن غدير. ولكن هنا الصدى والمقدمة مع هنا أيضا شداد على الفوز وعلى الناموس وعلى التحدي. ها هو شداد، شاهدونا في صدارة هذا الشوط. تهانينا تهانينا لهجن العاصفة للفوز بالمركز للنقطة الرابعة في مساء هذا اليوم على هذا الأداء الجميل. تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز. هنا شداد، تهانينا لهجن العاصفة ومالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم على فوز شداد بالمركز الأول. تهانينا الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير ولحظة وصوله إلى خط النهاية. المركز الثاني هملول لسمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم، مركز الثالث المعري لهجن العاصفة، المركز الرابع أتانا هنا الحذر من سمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم، مركز الخامس نجد من هجن العاصفة. هذه هي الخمسة المراكز الأولى. التوقيت الزمني هنا لشداد ولحظة وصوله إلى خط النهاية 3:24.8 من الأجزاء من الثانية. التوقيت الزمني الذي سجل تحت أقدام شداد. تهانينا هجن العاصفة ولحمد بن راهد بن حمد بن غدير المركز الثاني. المركز الثاني هملول ب3:29.1 من الثانية. تهانينا سمو الشيخ حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم، تهانينا لي أيضا أحمد بن سلطان بن رشيد، وفي المركز الثالث كان المعري ب3:30.1 من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا لحمد بن راشد بن حمد بن غدير. تتواصل انطلاقات أشواط مساء هذا اليوم في الأثار والتحدي والتنافس. الشوط الخامس الذي أعطت إشارة البديل للانطلاق.